من المباني اللي بنتها الملكة هيلانا في مصر. احنا عندنا اكتر حاجة مؤرخة عليها تاريخ الكنيسة هنا هو حمل الايقونات اللي قدامنا ده، عليه تاريخ سنة 1247. قصة يعني قصة كبيرة شويتين. الدير هنا في حصن، في حصن صغير كان ابونا بيهرب بالذبيحة فيه، وده نظرا لانه في التوقيت اللي بنت فيه الكنيسة كان فيها هجمات على الرهبان وعلى المكان من قبل المضطهدين او من قبل البربر او هل هو يعني الدير الاثري على مستوى القاهره، ولا في دير اثري باسم الملك ميخائيل خلاف كفر الدير؟ اعتقد دي الكنيسه الاثريه اللي في الوجه البحري على الاطلاق اللي ما زالت قائمه زي ما هي. يعني اخطيت يا ابي، يعني دير ملك ميخائيل بخنين؟ لا انا بتكلم على الوجه البحري. لا احنا نتكلم على القاهره يعني.